بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 61 بعد 104، وهو متعلق بالحرب في الخليج. سجل هذا الشريط مساء 4 من رجب 1411 للهجرة، بعد الاعتداء الآثم الغاشم لقوات الحلفاء بقيادة أمريكا الكافرة والحاقدة على الإسلام وأهله، سائلين المولى عز وجل أن يرد هذه القوات الكافرة خائبة مهزومة مدحورة. إنه نعم المولى ونعم النصير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قل شيخنا، ورد سؤال أو هاتف من بعض إخواننا في السعودية يقول فيه أن جريدة عكاظ في السعودية قد نشرت خبرا مفاده أن الشيخ ناصر الدين الألباني قد قام بزيارة العراق في الأيام الأخيرة قبل الحرب، مشاركا المؤتمر الإسلامي الذي أقيم هناك دعما للعراق بعامة وصدام حسين بخاصة. وإن كنا نعرف بطلان هذا الكلام لصلتنا بكم وقربنا منكم واطلاعنا على كثير من الأحوال يعني حولكم، لكن نريد يعني أيضا كلمة وتعليقا طيبا لعلنا نستطيع أن ننشره هناك أو نرسل الشريط لبعض الإخوة هناك لندرأ هذه الفرية التي ألصقت بكم بغير حق، وجزاكم الله خيرا. وقبل الإجابة عن هذا السؤال، كنت أود أن تضيف إلى كلامك فتقول: ومن جملة ما نعلم أنك لم تفارقنا كل هذه الأيام وما قبلها إلى هذه الساعة. لا نؤمن بها لغيرنا حتى نؤمن بها لأنفسنا. قبل ما تحكي جوابا عن هذا السؤال، أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يؤسفني جدا أن يقع الإعلام الإسلامي في تقليد للكفار حتى في الإعلام، فإن الكفار لا يسبقون فيما ينشرونه من الأخبار، وبخاصة إذا كانت هذه الأخبار تحقق لهم مصلحة سياسية. يؤسفني هذا لأن هدينا نحن معشر المسلمين يختلف عن هدي أعدائنا الكافرين، فهم كما قال رب العالمين في القرآن الكريم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الشاهد من هذه العبارة ليس هو لفت نظر الدول الإسلامية كلها إلى أنهم مخالفون لهذه الآية في أهم مواضعها، وهي مقاتلة
هؤلاء الكفار الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فإن هذا النوع من القتال الذي تميز به المسلمون على الكفار وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل أصبح نسيا منسيا عند حكام المسلمين قاطبة. فربنا يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، فنحن لا نقاتل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، بل نحن نناصرهم وننتصر بهم ونقلدهم في كل ما يفعلون. ومن ذلك، ولا أريد أن أبعد كثيرا عن موضوع السؤال، فمما نقلدهم فيه عدم تتبع الأخبار الصادقة وعدم التحري فيما يبلغنا من الأخبار، لأننا بعدنا عن ديننا في أحكامنا التي هي أهم من الدقة في تحري الأخبار، وقد ذكرت آنفا من ذلك الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن شرعنا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأكد ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه في بعض الأحاديث الصحيحة الواردة عنه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كنت أود أن الناشر لذاك الخبر الكذاب أن يتحرى وأن يعرف حقيقة من نسب إليه ذلك الخبر. فأنا رجل قد من الله تبارك وتعالى علي أن أقول الحق الذي أدين الله به، غير مراع في ذلك صديقا أو قريبا أو غير ذلك مما يراعيه الناس أو بعض الناس على الأقل. لو أن الدولة السعودية التي تجمعنا معهم على أقل عقيدة التوحيد دعتني للحضور إلى ذاك المؤتمر الذي أقيم مقابل المؤتمر الذي أقامه العراقيون، لو أن الدولة السعودية دعتني إلى مؤتمرهم لما حضرته، فضلا عن أحضر مؤتمر العراقيين الذين لا نلتقي مع دولتهم في أعز العقيدة كما نحن نلتقي مع الدولة السعودية. فنحن نتأدب بأدب القرآن الكريم كما قال عز وجل ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والذين نشروا ذاك الخبر الكاذب هم لابد أنهم وصلتهم عديد من الأشرطة والتسجيلات التي أبديت رأيي في هذه الفتنة التي ألمت وأحاطت بالعالم الإسلامي في هذه الأيام الأخيرة، وفيها إنكار الشديد قبل كل شيء على الحكومة العراقية التي بغت على الدولة الكويتية. وذكرت في ذلك ما شاء الله أن أذكر ولا أريد أن أعيد الكلام الذي جاء متفرقا في تلك الأشرطة، لكن حسبي أن أذكر أن في بعضها
التصريح بأن الدولة العراقية هي الباغية والظالمة على الدولة الكويتية، وأن الدولة السعودية لو أرادت أن تقوم بالواجب الشرعي لحققت قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ذكرت هذا وقلت آسفا، إن الدولة السعودية كان الأمل أن تكون هي الدولة التي تحقق هذا الأمر الإلهي، فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، لكن خاب الأمل وطاح الرجاء، لأن الدولة السعودية مع الأسف الشديد ما تهيأت ولا اتخذت الأسباب التي تمكنها يوما ما من أن تقاتل الفئة الباغية، فهي كانت عاجزة باعترافها أن تصد عدوان الحكومة العراقية وعلى رأسها الصدام، كانت عاجزة أن تحقق هذه الآية، ولذلك استعانت بالكفار وأحللتهم في ديارها ومكنتهم من التصرف فيها كما يشاءون، ورفعت الصليب في أرض التوحيد، واقترن الصليب مع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقلت، والشاهد هنا في جملة ما قلت، أن هذه مخالفة خطيرة جدا من دولة التوحيد أن تدخل الصليبيين إلى أرضها دون أن يراق من دماء هؤلاء الصليبيين ولا قطر الدم. هذه خطيرة وعظيمة جدا من دولة التوحيد. يكفي أن نفهم أنها أولا خالفت نصا صريحا من قوله عليه السلام: إنا لا نستعين، وفي رواية مسلم: لن نستعين بمشرك. وثانيا خالفت الواقع الذي يشهده كل مسلم: لا فرق بين حاكم ومحكوم، ولا فرق بين عالم ومتعلم، من حيث أن الدولتين اللتين استغاثت بهما من دون الله تبارك وتعالى، ألا وهي أمريكا وبريطانيا، يعرفون جيدا كل المسلمين حكاما ومحكومين بأنهم أعدى الدول الكافرة للإسلام والمسلمين، وهما الدولتان الرئيستان في مساعدة اليهود والتمكين لهم في فلسطين. مع ذلك فلا تزال الدولة السعودية تقول وتصف هاتين الدولتين بأنها من الدول الصديقة. فإذا كانت أمريكا وبريطانيا هي دولتان صديقتان لبلاد التوحيد، فما أدري كيف أمكن الإعلام السعودي أن يجمع بين النقيضين، بين التوحيد وبين الشرك والكفر بالله عز وجل. الشاهد، قلت في كثير من تلك التساجيل التي وصلت إلى يد كثير من المسؤولين هناك، ولا شك أن تلك الجريدة قد وصلت إليها، كان منها قولي بأن هذه السيئة التي وقعت فيها الدولة السعودية دولة التوحيد
هي سيئة من سيئات صدام حسين. وهنا الشاهد في الجواب على تلك الفرية. فأنا أعتقد أن كل من الدولتين مخطئتان أشد الخطأ مع الإسلام والمسلمين، وأن الخطيئة الأولى صدرت من صدام كان من آثارها خطيئة الحكومة السعودية باستجلاب الكفار وإحلالهم في تلك الديار. فإذا كيف يتصور هؤلاء ولا يفكرون في أن الألباني لا يمكنه عقيدة أن يتجاوب وأن يحضر مؤتمر العراق وهو يقول بأن من مساوي العراق سيئة السعوديين التي أحضروا الكفار الصليبيين إلى بلادهم؟ كان يكفي أن يعرفوا هذه الحقيقة لتردعهم عن نشر تلك الفرية. هذا لو لم يكن عندهم وسائل أخرى ليتعرفوا بها أن الألباني بعد حج السنة الماضية، وأرجو الله أن يمكنني من الحج في السنة الآتية، لم أخرج من عمان إلى بلد آخر. إذا كان ليس لهم من الحرص أو كان الحرص عندهم من باب حسن الظن بهم، ليس عندهم وسيلة تمكنهم من أن يعرفوا أن الألباني ما فارق هذا البلد منذ حج الحجة السابقة، كان يكفيهم أن يقفوا على تلك الأشرطة والتسجيلات ليعلموا هذه الحقيقة التي صرحت بها آنفا، أن دولة التوحيد وهي أقرب الدول العربية الإسلامية إلينا عقيدة لو دعتني لم أستجب لها، لأنها خالفت شريعة الله في إحلالها الكفار في بلاد هي عقر دار الإسلام. فكيف أستجيب لدولة العراق وهي السبب في كل هذه الفتنة؟ إضافة إلى ذلك أن نذكر السامعين جميعا بأن بلاد العراق هي مذكورة في بعض الأحاديث الصحيحة بأنها مسار الفتن والقلاقل. وأنا حين أذكر هذا لست أعاني أنه ينبغي أن تكون دائما هي مسار القلاقل والفتن، فقد يوجد فيها العلم، وقد كانت كما يقال سنين طويلة مثابة للعلم وطلاب العلم في عهد العباسيين وبعض العصر الأمويين. ولكن الفتنة الآن قد ذرت قرنها حينما بدأ صدام باستيلاء على الكويت، ثم لم تستطع مع الأسف الشديد دولة التوحيد فضلا عن الدول الإسلامية الأخرى أن تردع هذا الظلم وأن ترفعه عن المظلومين الكويتيين إلا بالاستعانة بالكفار والمشركين. ثم كان من نتيجة ذلك مساوي، ومساوي خطيرة وخطيرة جدا، التي منها ما نشهده الآن من طغيان الكفار الأمريكيين والبريطانيين على المسلمين العراقيين بكل وسائل التدمير، كما أصبح ذلك معلوما لدى عامة البشر سواء كانوا مسلمين أو كفارة. فالآن تشارك السعودية في ضرب المسلمين في العراق
بالقنابل المدمرة تتعاون مع الأمريكان اليهود واليهود الذين استولوا على فلسطين بمساعدة البريطانيين والأمريكيين، أصبح من آثار استجلاب الكفار إلى بلاد السعودية أن يقاتل السعوديون معهم المسلمين. وهذه يعني مصيبة الدهر لا يمكن أن يتصورها مسلم، علما أننا كنا نسمع دائما وأبدا قبل أن تحل هذه الفتنة في بلاد التوحيد نسمع منها تذكيرا ببعض الأحكام الإسلامية التي ما اعتدنا أن نسمعها من إذاعات في بلاد إسلامية أخرى، فكنا نفرح لها فرحا شديدا ونعتقد أن هذا من آثار دعوة التوحيد التي قام بها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تلك البلاد. كنا نسمع ذلك وإذا بنا نفاجأ بعكس ما كنا نسمع من قبل بادعاء أن الضرورة هي التي أجازت للدولة السعودية بأن تستعين بالكفار على محاربة العراقيين. كنا قرأنا قديما في رسالة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز الذي نحن نذكره دائما بالعلم والفضل، ومن فضله ما كنا قرأناه في رسالته نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع، يقول بارك الله فيه وأطال عمره بالخير والعلم النافع والعمل الصالح، قال: وليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو أن يستعينوا بهم على أعدائهم، ليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو أن يستعينوا بهم على أعدائهم، فإنهم من الأعداء ولا تؤمن غائلتهم. كلام حق عظيم. وقد حرم الله موالاتهم ونهى عن اتخاذهم بطانة وحكم على من تولاهم بأنه منهم وأخبر أن الجميع من الظالمين كما سبق ذلك في الآيات المحكمات، وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوضرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أول مرة، فقال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. فلن للتأبيد، لن أستعين بمشرك. قالت: ثم رجع فأدركه في البيداء فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانطلق. قال الشيخ بارك الله فيه تعليقا على هذا الحديث الصحيح: فهذا الحديث الجليل يرشدك إلى ترك الاستعانة بالمشركين، ويدل على أنه لا ينبغي للمسلمين
أن يدخلوا في جيشهم غيرهم، لا من العرب ولا من غير العرب، لأن الكافر عدو لا يؤمن. وليعلم أعداء الله أن المسلمين ليسوا في حاجة إليهم، إذا اعتصموا بالله وصدقوا في معاملته، لأن النصر بيده سبحانه وتعالى لا بيد غيره. وقد وعد به المؤمنين وإن قل عددهم وعدتهم كما سبق في الآيات، وكما جرى لآل الإسلام في صدر الإسلام، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنيتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فانظر أيها المؤمن إلى كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، كيف يحاربان موالاة الكفار والاستعانة بهم واتخاذهم بطانة، والله سبحانه أعلم بمصالح عباده وأرحم بهم من أنفسهم. فلو كان في اتخاذ الكفار أولياء من العرب أو غيرهم والاستعانة بهم مصلحة راجحة لأذن الله فيه وأباحه لعباده، ولكن لما علم الله ما في ذلك من المفسدة الكبرى والعواقب الوخيمة نهى عنه وذم من يفعله، وأخبر في آيات أخرى أن طاعة الكفار وخروجهم في جيش المسلمين يضرهم ولا يزيدهم ذلك إلا خبالا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فكفى بهذه الآيات تحذيرا من طاعة الكفار والاستعانة بهم وتنفيرا منهم وإيضاحا لما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة، عافى الله المسلمين من ذلك إلى آخر ما ذكر الشيخ جزاه الله خيرا. لقد كنت أود، انتهى كلام فضيل الشيخ بن باز جزاه الله خيرا على هذه النصيحة، لقد كنت أود أن يعمل حكام السعودية بهذه النصيحة الإسلامية التي قدمها الشيخ عبد العزيز بن باز رضي الله عنا وعنه، ووفقنا لاتباع ما كتب في هذه القضية وفي غيرها من الحق الذي جاء في الكتاب والسنة. ولو أننا أمعنا النظر في كلمة الشيخ بارك الله فيه لخرجنا بنتيجة خطيرة جدا، وهي إما أن يكون الذين استعانوا، أنا الآن لا أقول شيئا من عندي وإنما أعيد كلام الشيخ بن باز على أهل بلده وحكام بلده، إما أن يكون الذين استعانوا بالكفار ليسوا مسلمين، وإما أن يكون المستعان بهم هم من المسلمين. هذا خلاصة ما يمكن أن يؤخذ من هذا البيان القويم، وبهذا القدر كفاية ليعلم إخواننا الذين يريدون أن يعرفوا الحق في بلاد ما بين عشية وضحاها بسبب تورط بعض الحكام المسلمين واتباعهم لبعض السياسات التي أقل ما يقال فيها إنها مخالفة للشرع. وأنا أعتقد
وأقول بكل صراحة والعاقبة للمتقين والدائرة على الظالمين. لو أن الحكومة السعودية قبل أن تقدم على الاستعانة بهؤلاء الكفار إن كانوا استعانوا كما يصرحون، أما إن كان فرض ذلك عليهم فهذه مصيبة أخرى، أن يكون الأمريكيون والبريطانيون فرضوا عليهم النزول في أرضهم شاءوا أم أبوا كما يشيع ذلك بعض الناس، ونحن لا نعلم ولا نتمكن من أن نصل إلى قلوب الحكام هناك ومن فمهم ندينهم. هم يقولون أنهم استعانوا بهؤلاء، أي كان في إرادتهم أن لا يستعينوا، ولم يفرض نزولهم في بلدهم رغم أنوهم، وإنما هم استعانوا بهؤلاء الكفار بمحض اختيارهم وإرادتهم. فإذا كان الأمر كذلك فأنا أعتقد أن الحكام السعوديين لو كان عندهم مجلس شورى كما أمر الله عز وجل في غير ما آية في القرآن الكريم منها وشاورهم في الأمر، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يغنيه صلته بالله عز وجل بوحي السماء أن يستشير أهل الأرض، ولكن كما يقول بعض العلماء والفقهاء إنما قال الله عز وجل لنبيه وشاوره في الأمر ليتخذوه لتتخذه أمته من بعده أسوة يستشيرون أمثالهم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا مثل له في البشرية قاطبة. مع ذلك أمره ربنا تبارك وتعالى أن يستشير أصحابه ليتعلم الناس والحكام من بعده أنه من باب أولى يجب عليهم أن يستشيروا أهل العلم. وأنا على مثل اليقين بأن الحكومة السعودية لو قامت بهذا الواجب القرآني استشارت أهل العلم قبل أن تتخذ قرار الاستعانة بالكفار الأمريكا والبريطان لما وجدتم أحدا من العلماء المخلصين وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز بارك الله فيه وفي حياته، ما وجد واحدا من هؤلاء يوافق بعد استشارتهم أن يستجب هؤلاء الكفار إلى بلاد الإسلام، ولكن جعلوا تحت الأمر الواقع فخالفت فتواهم السابقة التي كانت نشرت وكانت في الإذاعات تنهى أهل العلم ينهون المسلمين عن موالاة الكفار، فأين تبقى موالاة المخالفة للشريعة التي نهى الله عز وجل عنها في هذه الآيات التي تلوناها على مسامعكم من كلام الشيخ بن باز جزاه الله خيرا؟ أين الموالاة المنهي عنها وأنهم إذا والوهم يكونون منهم إذا لم تكن مثل هذه الموالاة التي أحلوا الكفر والصليبية والصلبان في بلاد الإسلام ثم تعاونوا معهم في ضرب بلاد المسلمين؟ لا ينبغي أن يتورط أحد من طلاب العلم كما قد جاءني من بعضهم ويدلسون عمدا أو سهوا لا أدري، كل حسب نيته، يقولون ويزعمون أن الألباني حينما تكلم بما تكلم إنما تكلم بناء على ما بلغه من أخبار. فأنا أقول ردا لهذا الظن الخاطئ، أنا تكلمت قبل أن أرى المصيبة التي حلت في بلاد السعودية بعد أن ذرت قرنها في مظاهر كثيرة وكثيرة جدا يعالجها بعض المخلصين من أخواننا الدكاترة وأمثالهم من أهل العلم والفضل الآن في السعودية، منها تلك التظاهرة الفاجرة النسائية من المتبرجات
التي يطالبن بالحق المهضوم في زعمهن والتي صرحن بأنهم يريدون علماء مبصرين ولا يريدون علماء عمي، هكذا يدلسون في كلامي وفي طلباتهن. فالشاهد أنا حذرت ونبهت من أن هذه مخالفة قبل أن نرى آثار استجلاب الأمريكان في البلاد السعودية. فنحن نقول إذا لم يكن ما فعله السعوديون وأخيرا مقاتلتهم مع اليهود ضد المسلمين في العراق، إذا لم يكن هذا هو الموالاة المحرمة في كتاب الله عز وجل فليس هناك موالاة محرمة، وإذا لم يكن هذا استعانة هي الاستعانة التي حذر منها الرسول عليه السلام في قوله لن أستعين بالمشرك، فأي معاونة حينئذ تكون محرمة؟ هذا معناه تعطيل للأحكام الشرعية. وأنا أريد الآن أن ألفت نظر المخلصين من شباب العلم وأهل العلم في أي زمن ومكان كانوا، أننا يجب أن لا ننسى أن التعطيب الذي يدندن حوله علماء السلف وأتباعهم من أمثالنا من الخلف حول التعطيل للآيات المتعلقة بصفات الله عز وجل والأحاديث الصحيحة، فهناك تعطيل آخر يقع فيه المعطلون للتعطيل الأول، ولكن يشاركهم في هذا التعطيل الثاني كثير من أهل العلم الذين هم من أمثالنا ممن ينكرون على الذين يعطلون آيات الصفات وأحاديث الصفات لإخراجها عن دلالتها وتعطيل معانيها الصريحة، ولذلك سموا بالمعطلة. فنريد أن نذكر أن هناك تعطيل من نوع آخر، وهو تعطيل دلالة الأحاديث في الأحكام الشرعية، كمثل ما نحن الآن في صدده، عطلنا بهذه الاستعانة بالكفار وإهدالهم في الديار المسلمة بشتى التأويلات والتعطيلات لمثل هذه الآيات. إن لم يكن هناك ما فعلته السعودية من الاستعانة بالكفار الأمريكان والبريطان وهن ألد أعداء الإسلام، فليس هناك موالاة محرمة وليس هناك استعانة محرمة، وهذا هو التعطيل لشريعة الله وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أنهي أريد أن أذكر بشيء آخر، وهو أننا نعلم أن الحكومة السعودية في قوانينها وفي تصرفاتها عامة أحكامها مستنبطة من المذهب الحنبلي، مذهب إمام السنة الذي نتشرف نحن بالانتماء إلى مشربه، ولا أقول مذهبه، إلى منهجه ولا أقول تقليده. هذا الإمام فقهه والذي زيد على فقهه أضعاف مضاعفة من بعده والمسطر في كتب المذهب الحنبلي، ومن ذلك الكتاب المغني والشرح الكبير، هذه الكتب هي عمدة الفتاوى والأحكام التي عليها قامت أحكام الدولة السعودية. فأنا لا أدري كيف تجرأت الدولة السعودية على استحلال الاستعانة بهؤلاء الكفار، وقد عرفنا أنهم أخطر الدول على وجه الأرض اليوم على الإسلام والمسلمين، مع أن مذهبهم في الشرح الكبير وفي المغني لابن قدامة المقدسي يصرحون أن الاستعانة بالكفار إن جازت فإنما تجوز بشرط، وهو أن تكون الغلبة للمسلمين على الكافرين.
أن تكون الغلبة للمسلمين على الكافرين، وهذا قيد ضروري جدا جدا. ذلك لأنه إن كان الأمر كما فعلت السعودية أن يكون المستعان به أقوى وأكثر عددا وعدة، فحينئذ هذا لا يقول به مسلم على وجه الأرض أبدا. حتى المذهب الحضري الذي يحكمون به وضع هذا القيد وهذا الشرط، أن يكون المستعين من المسلمين بالكفار أقوى وأغلب عليهم منهم. والآن قد قلت في بعض الأشرطة السابقة وأذكر، ما الذي يحول بين الأمريكان وفيهم الألوف المؤلفة يقينا من اليهود، وإن لم يكونوا يهود فهم مع اليهود، فلا فرق بين أمريكان ويهود. وها هم نحن الآن نسمع كيف يمدونهم تباعا بالصواريخ المدمرة ونحوها. لو أراد هؤلاء اليهود، تقول اليهود أو الأمريكان ألفاظ متعددة تؤدي إلى حقيقة مرة واحدة، وهي أنهم لا يريدون الإسلام إلا خبالة، كما جاء في الآيات التي ذكرها الشيخ بن باز جزاه الله خيرا. لو أراد هؤلاء اليهود أو هؤلاء الأمريكان أن يحتلوا خيبر، هل باستطاعة السعودية أن يصدوهم وأن يردوهم على أعقابهم خائبين؟ لا. هنا يظهر السر والحكمة البالغة التي وضعها علماء الفقه الحنبلي الذي يستندون إليه في أحكامهم، حين قالوا بشرط أن تكون الغلبة للمسلمين. الآن الغلبة للكافرين، وأكبر دليل على ذلك ما كانت الإذاعات العالمية كلها أشاعت، لأن السعودية اتفقت مع قائد الجيش الأمريكي أن تكون قيادة بيد قائد الجيش الأمريكي. فإذا السعوديون الآن هم مأمورون من القيادة الأمريكية. إذا قيل للطيارين السعوديين اضربوا العراق وهم يتفرجون، فما عليهم إلا أن ينفذوا الأمر. أين هذا الواقع المؤلم من قول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف هذا الهم وهذا الغم الذي أصاب المسلمين، ولن يكون ذلك أبدا، لأن سنة الله لن تتغير إلا إذا رجع المسلمون حكاما ومحكومين إلى دينهم يرحمك الله. وذلك من معاني قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا أمريكا وبريطانيا وفرنسا نعرف من خلال الكتاب والسنة بعداوتهم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إلى غير الآيات التي جاءت فيهم، وهم هؤلاء والآن هم يرمون بكل ما يملكون، ليس من أجل تحرير الكويت كما تبين الآن الحمولة التي ترمى على العراق، وربما طبعا نزلت على مساجد وعلى أناس يصلون، ونقول بأن الحكم في العراق ليس حكم إسلامي لكن الدولة دولة إسلامية. فالذي يفعلونه الآن طبعا نحن من شعورنا وقلوبنا لا نرضى بما يفعلوه هذا، ونتمنى طبعا إن الله سبحانه وتعالى يخزيهم وينصر شعب العراق وجيش العراق عليهم، وإن كان طبعا الحكم ليس إسلامي لكن هذا شعورنا. ذكرت العلم القليل لما كان المؤمنين يفرحوا بغلبة الروم على الفرس، أن الفرس أهل وثنية، فكان المشركين يحبون أن يغلب الفرس، والمؤمنون كانوا يحبون أن يغلب الروم لأنه أهل الكتاب. فالآن يعني شعب العراق وجيش العراق وأطفال العراق ونساء العراق ما زالوا دولة إسلامية، وإن كان الحكم يعني ما هو عليه، لكن شعورنا من الداخل نتمنى أن ينهزم الكفار ويكون النصر لشعب العراق العراقي. نعم. وإذا دعونا في قنوتنا في الصلاة
هذا بكون من قلبنا، فلا ندري هذا الشعور في الداخل نؤاخذ عليه أم فيه إثم أم فيه انحراف عن العقيدة. فنورنا بارك الله فيك. بارك فيك. الانحراف عن العقيدة يكون على العكس من ذلك، هذا الشعور هو شعور كل مسلم بالنسبة لكل شعب مسلم، ولو كان الحاكم لهذا الشعب المسلم نقول كلمة حق، وهو أو وهي أنه لا يحكم بما أنزل الله، ثم سواء كان هؤلاء الذين لا يحكمون بما أنزل الله هم كفارا كفرا اعتقاديا أو كفرا عمليا، فالمهم في هذه الآونة أن نعلم أن الحكم غير إسلامي، لكننا يجب أن نفرق كما ألمحت في سؤالك بارك الله فيك، أن نفرق بين هؤلاء الحكام الذين يدور أمرهم بين أن يكون كفرهم كفرا اعتقاديا أو في أحسن الأحوال أن يكون كفرا عمليا، سواء كان كفرهم من هذا النوع أو من ذاك، يجب أن نفرق بين هؤلاء الحكام وبين المحكومين، فإن المحكومين شعب مسلم، لا نستثني أي شعب من الشعوب الإسلامية التي ابتليت بحكام لا يحكمون بالإسلام. لا فرق عندي بين الشعب العراقي كشعب مسلم، وإن كان في هذا الشعب شيعة وإن كان في هذا الشعب سنية منحرفون كثيرا أو قليلا عن السنة، كما هو الشأن في مصر في سوريا مثلا، لا فرق بين هذه الشعوب إطلاقا، وأنه لا يجوز لعالم مسلم يعرف حقيقة هذه الشعوب أن يلحقهم بحكامهم إلا إن كانوا من تلك الطائفة التي ابتليت الأمة الإسلامية بهم في هذه الآونة، وهي التي تقول بتكفير حكام المسلمين ومحكومهم، إلا من كان معهم في انحرافهم عن الإسلام السلفي الذي نقول نحن على منهج السلف الصالح. فلا يمكن لعالم مسلم أن يلحق الشعوب المسلمة بالحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، لأنه يكون قد خالف آيات كثيرة تدلل كلها حول قوله تبارك وتعالى لا تزر وازرة وزر أخرى. فهذه حقيقة لا يمكن أن ينكرها إلا أولئك الخوارج الذين هم أذناب الخوارج القدامى، فهم يغادون في تكفير المسلمين بالجملة، لا يفرقون بين حاكم ومحكومين، وبين حاكم يؤمن بوجوب الرجوع إلى الله ولكن تغلبه أهواؤه، وبين من تبنى غير الإسلام دينا وقانونا ونظاما وقد يصرح أو يخرج ذلك على فلكات لسانه بأن هذا الإسلام لم يعد صالحا لأن يكون حاكما على الناس، هذا النوع بلا شك كافر مرتد عن دينه. لكن يجب التفريق بين من كان بهذه المثابة وبين من كان يعتقد ويظهر اعتقاده على بعض تصرفاته كما حافظت على الإسلام في صلاة في زكاة في صيام في الحج إلى بيت الله الحرام وشبه ذلك. فهذا التفريق لا يمكن أن يتجاهده عالم له يعني قدم سوق في هذا العلم. إن الأمر كذلك فما ذكرته آنفا أن شعورنا وأن دعواتنا يجب أن تكون لأن ينصر الله عز وجل الشعب العراقي على هؤلاء الكفار البريطان
والأمريكان والفرنسيين وأمثالهم من المتعاونين ممن يسمون بالحلفاء. وألا ننسى حقيقة مرة وهي أن مع هؤلاء الكفار بعض الدول الإسلامية الذين يشاركون هؤلاء الكفار في تحطيم الشعب المسلم العراقي. فنحن يجب أن ندعو أن ينصر الله عز وجل الشعب العراقي على الكفار والمنافقين ولا يجوز لنا أن ندعو سوى ذلك. وكنا نتمنى وأنا قلتها صريحة وبعض إخواننا الحاضرين الآن يذكرون معي جيدا قبل أن تقع هذه المصيبة الكبرى من ضرب العراق من هؤلاء المسمون بالحلفاء، قلت إذا قامت الحرب بين العراق والأمريكان فيجب مقاتلة الأمريكان في صف العراقيين، أما إذا وقع القتال بين الأمريكان ومن معهم من المسلمين من جهة والعراقيين من جهة أخرى فنحن ننصح هنا بالاعتزال، ونورد بهذه المناسبة قوله عليه السلام: كونوا أحلاس بيوتكم. أما إذا استقل الأمريكان والبريطان ومن معه من الكفار لمقاتلة العراقيين ففي هذه الحالة يجب علينا أن نناصر العراقيين وليس أن نصادر حكومة العراقيين لأنها حكومة بعثية. وهنا أريد أن أذكر ببعض ما جاء في بعض الأشرطة مما يدل على أن السياسة السعودية الآن منحرفة كليا عن السياسة الشرعية الإسلامية. وأنا أذكر بعض الفتاوى التي سمعتها صادرة من بعض العلماء الأفاضل هناك: كيف ارتضيتم لأنفسكم أن تجيزوا الاستعانة بالكفار بدعوى أن خطر حزب البعث في العراق أخطر من الصليبيين؟ لو سلمنا بهذا جدلا والعراقيون أو البعث في العراق لا يزال بعيدا عن بلاد السعودية، والواقع أن الخطر الصليبي حل في البلاد السعودية، لكني أتعجب كيف رضوا لأنفسهم أن يجمعوا بين ماذا يقولون بين النقيضين في آن واحد، بين تجويز الاستعانة بالكفار لدفع خطر حزب البعث أن يحل في البلاد السعودية، ورضوا من ناحية أخرى أن يحل في البلاد السعودية حزب البعث السوري. فما الفرق بين حزب البعث السوري والبعث العراقي؟ والعلماء يقولون الكفر ملة واحدة وحزب البعث أيضا ملة واحدة، أليس في هذا أن هؤلاء الذين يسخرون الإعلام السعودي ليسوغوا ضلالتهم الكبرى ألا وهي الاستعانة بدول الكفر لرد الكفر الأكبر في زعمهم وهو البعث العراقي؟ فما بالهم استساغوا أن يحلوا في ديارهم البعث السوري؟ أنا أفهم من هذا أن الأمريكان قالت للسعودية: استعيني بالدولة الفلانية والدولة الفلانية ومنها البعث السوري، فقالت ووضعت كلمة لبيك في موضع الكفر بدل أن يكون هناك في تلك البلاد لبيك اللهم لبيك. هذا أمر عجيب وعجيب جدا، ما أدري كيف يغفل عن هذه الحقيقة المرة أولئك الأفاضل وبعض الطلاب والدكاترة الذين يقولون أن الشيخ ما يعرف الواقع هناك. طيب أنتم عرفتم الواقع، هل عرفتم أن البعث السوري نزل أرضكم أم لا؟ فإن قلتم لا فمثلكم مثل النعامة، وإن قلتم بلى فإذا
كيف تحاربون البعث بالبعث والكفر بالكفر؟ حسبكم ما سمعتم آنفا من كلمة الشيخ بن باز جزاه الله خيرا وثبتنا وإياه على كلمة الحق. فأنا أقول لك بارك الله فيك لتبقى على شعورك وعلى عاطفتك التي تربطك بالمسلمين في كل بلاد الدنيا. وقد قلت أنا في بعض الأشرطة هناك فرق من زاوية أخرى لا يفكر فيها هؤلاء الذين يزعمون بأن الضرورة هي التي اضطرتهم إلى الاستعانة بالكفار في سبيل محاربة البعث العراقي. أنا أقول إن البعث سواء كان في العراق أو في سوريا أو في أي بلد آخر يكون بلدا إسلاميا لا يمكن أن يكون حاكما أبدا الدهر، لأن الشعب المسلم لابد أن يتغلب على الحاكم الكافر يوما ما. لكن الأمريكان حكومة وشعبا هو كافر، فهو حينما يحتل بلدا ما صلحا أو حربا فليست الحكومة فقط هي التي ستبث أفكارها وصليبيتها، بل والشعب معه كله، لأن الشعب والدولة في ضلالة واحدة. بينما الحزب البعثي في سوريا أو في العراق فهو لا يمثل الشعب السوري ولا يمثل الشعب العراقي، فمن الخطأ الفاحش جدا جدا أن يتصور هؤلاء المفتون بأن السعوديين الآن يقاتلون شعبا كافرا، وليس شعبا كافرا فقط بل هو أكثر من الصليبيين الذين استعانوا بهم. هذا تكفير للمسلمين وهم يعلمون خطر هذا التكفير ويجهرون بذلك في محاضراتهم وإذاعاتهم، لكن مع الأسف الشديد إنهم يقولون ما لا يفعلون أو أساءوا تطبيق ما يقولون، فلم يفرقوا بين الحاكم والمحكوم. نحن نعلم يقينا أن الحاكم السعودي غير المحكومين، مهما قلنا أن الحاكم السعودي خير من حكام المسلمين، لكن مع ذلك له بعض انحرافات لا يمكن لأحد أن ينكرها. هل هناك مسلم واحد على وجه الأرض وبخاصة أرض التوحيد، هل فيهم من ينكر من أهل العلم والفضل أن انتشار الصور للملوك السعوديين ووضعها في صدور المجالس أن هذا ينافي التوحيد؟ هل تصورون وجود أحد يخالف في هذا هناك؟ نتصور وجود مثل هؤلاء المجيزين لتعليق الصور في بلاد السورية والمصرية ونحوها، أما علماء سعوديين نشأوا على التوحيد وربوا على التوحيد هم ولا شك في قرارة نفوسهم ينكرون مظاهر شركية تبدأ الدولة السعودية الآن بنشرها بين الشعوب كلها فضلا عن الشعب السعودي. فهذه مخالفة، هذه مخالفة، لكنهم ينكرونها على الأقل بقلوبهم على المرتبة الثالثة التي لا ذرة إيمان بعدها كما هو في الحديث الصحيح. إخوة الإيمان تتم في الكلام في الشريط التالي. فإذا كما يوجد في الدولة في الشعب السعودي أفراد ينكرون بعض تصرفات الحكام لمخالفتها لشريعة الإسلام، فكذلك يوجد في الشعوب الأخرى ينكرون تارة بالقلب وتارة بالقول وتارة بالثورة على بعض الحكام الذين يحكمون غير ما أنزل الله، فكيف يجوز أن نلحقهم بحكوماتهم ونطلق لفظة الكفر عليهم وأن نورد